السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الرابع الابتدائي إن شاء الله مكملين في يونت 6 الوحدة الستة، هناخد منها ليسون 3 بيتكلم على ساينس جزئية العلوم. بيقول لي look and read، وهيبدأ يحكي لي عن two mango trees، شجرتين المانجا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول حاجة، زي ما أنتوا عارفين إن القصة لما نيجي نتكلم عنها، اللي هي الستوري، لما نيجي نتكلم عنها لازم ناخد فيها the beginning، البداية بتاعتها، ناخد فيها the middle، منتصف الحدوتة أو الحكاية، وبعدين ناخد the end، الخاتمة أو النهاية بتاعت القصة بتاعتنا. طب القصة بتقول إيه؟ اول حاجه في بدايتها، بدايتها يعني بتفهمنا الامور ماشيه فيها ازاي، وعلاقات الناس فيها ببعضها ايه وكده، مين الاخوات مين القرايب. تعالوا نشوف. بيقول لي هنا ساره اند ملك ار سيسترز، بيعرفني ان ساره وملك اختين. each sister، كل اخت، هاد ا بيوتيفول مانجو تري، عندها كل واحده عندها ايه، شجره مانجو جميله. next to her house، بجانب منزلها. every year، كل سنة، the sisters، الأختين، ate، الماضي من eat، ate، الماضي من eat، تعالوا نكتبها هنا كده، eat، يأكل، الماضي منها ate، أكل، دي تي. طيب إيه اللي حصل تاني؟ يبقى ده الماضي. the sisters ate beautiful mangoes، بيأكلوا إيه؟ مانجا جميلة. their children، أولادهم، played under the trees، أولادهم بيقفوا يلعبوا تحت إيه؟ الشجر. خلاص، دي بداية القصة. منتصف القصة، الحدوتة بقى، المشكلة بتاعة القصة اللي هو بيحكيها لنا هتحصل فين، هنبدأ نعرف. بيقولي one day، في يوم الأيام، ملك said I don't need mangoes. I need money. قالت ايه؟ قالت انا مش عايزة مانجا، انا عايزة نقود. Let us cut down my tree. My tree، نقطع الشجرة بتاعتي. I can sell the wood. هقدر ابيع الخشب. يبقى ما بين علامتين تنصيص، اهو تنصيص، دول بدايتها اهي ونهايتها اهي، يعني الكلام اللي هي قالته من بقها بالظبط، الكلام اللي خرج منها هي، اهو هي قالته بالظبط، واتنقل هنا اهو في القصه بالظبط. طيب بقى هي قالت ايه؟ I don't need mangoes. I need money. Let us cut down my tree. I can sell the wood. قالت انا مش عايزه المانجا، انا عايزه مال، تعالى نقطع الشجره واستفاد، ابيع الخشب بتاعها. ايه اللي حصل؟ She cut the tree، قطعت الشجره. And she sold the wood، وباعت الخشب. ملك was happy، كانت مبسوطة، مش كانت عايزة المال، هي باعت الخشب واخدت المال. next year، السنة اللي بعد كده، Sarah's mango، المانجا، Sarah's mango tree، شجرة المانجا بتاعت سارة، grow، كبرت، bigger and bigger، اكبر واكبر. it gave Sarah more mangoes، ادت لسارة ايه؟ مانجا زيادة. النهاية بتاعت القصة بتقول ايه؟ ملك looked out of the window، بصت من الشباك بتاعها، there was no mango tree، مفيش شجرة مانجا قدام بيتها. she had no mangoes، معندهاش مانجا، and no more wood، ومعادش معاها كمان خشب، ما الشجرة اتشالت واتباعت خلاص، لمعادش لا في شجرة ولا مانجا ولا خشب. سارة قالت لها ايه؟ don't worry، plant this mango seed and it will grow into a big tree. قلت لها سارة ايه؟ طمنتها، قلت لها ما تقلقيش، don't worry، تقلقيش، plant، ازرعي. خدوا بالكم، ده هنا فعل امر، بادئ الجملة هنا بفعل على طول، plant، ازرعي. this mango، هذه المانجا، seed، بذور المانجا، قلت لها بذور مانجا، وقلت لها ازرعيها، and it will grow، هتنمو، into a big tree، وتبتعمل لك ايه؟ شجرة كبيرة. وتوتا توتا، خلصت حدوتتنا. طيب تعالوا نشوف، طبعا بعد ما انا قراتها لكم هترجعوا انتوا تقروها تاني حتة حتة كده، وتشوفوا نطق كل كلمة زي ما انا قرأنا معاها. طيب تعالوا بقى نشوف الكلمات او الحاجات المهمة اللي المفروض افعال.
مفروض نعرفه. احنا قلنا ان احنا عندنا هنا فعل في زمن الماضي، يبقى احنا لازم نحفظ الفعل لما يجي في زمن الماضي عامل ازاي. هجيب لكم الافعال اللي بتتكرر كتير زي هاف يمتلك، الماضي منها هاد، ايت ياكل، الماضي منها ات اكل، ساي يقول، الماضي منها سد قال، سيل يبيع، الماضي منها سولد، جيف يعطي، الماضي منها جيف اعطى. طيب تعال كمان نشوف cut down tree يعني يقطع الشجر. نيجي نشوف كده جزئية الأسئلة دي، بيقول هنا the two sisters الأختين had two mango trees، كان عندهم شجر مانجو، كل واحدة عندها شجرة مانجو. ملك need، كانت محتاجة ايه؟ needed money، احتاجت للمال. سارة helped ملك plant a new mango tree، ساعدتها في زراعة ايه؟ شجرة مانجا جديدة. طيب تعالوا كمان نتكلم النهاردة بجانب القصة اللي احنا عملناها مع بعض عن energy sources. energy طاقة، sources مصادر، يبقى على بعضها مصادر الطاقة energy sources مصادر الطاقة. يعني ايه مصادر الطاقة؟ احنا بردانين في الدول الاوروبية عندهم تلج، بردانين بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا خشب ويدفوا، يعملوا مدفأة فتدفيهم. طيب ساعات نفتح ايه؟ إيه انتوا تبقوا جعانين مثلا في جو البرد، ماما تفتح البوتاجاز علشان تسخن لكم حاجه تاكلوها، يبقى دي مصادر طاقه، فتحت البوتاجاز. طب كل الحاجات البسيطه، الشمس نقف فيها نتدفى، مش دي مصادر بتدينا طاقه بتدينا دفء؟ تعالوا نشوف مصادر ايه كمان عندي. ويف انرجي طاقه الامواج، في حاجه اسمها طاقه الامواج. الموجه لما بتجري كده ورا الموجه بتعمل طاقه، هم استفادوا منها وعملوا منها طاقه. عندي كمان ايه؟ كول اللي هو الفحم. عندي سولار انرجي اللي هي الطاقة الشمسية، مش قلت لكم الشمس ساعات بتدفي؟ سولار انرجي. عندي وايند انرجي طاقة الرياح، جوا ما يبقى هوا بتحس ان الرياح ايه؟ بتزقك، الزق ده ممكن من خلاله لو استغلناه يولد طاقة، وايند انرجي، او يدور توربينات او حاجات هنعرف الوقت واحنا بنقرا مع بعض. طيب الغاز اسمه غاز اللي هو الغاز. طيب عندي اويل اللي هو البترول، بقدر اعمل بيه طاقه، احطه في حاجه ويديني طاقه وهكذا. هنبدا نعرف كل ده واحنا مع بعض دلوقتي، ولكن في الاول انا عندي هنا قسمنا لمصادر. ري كلمه نيو يعني جديد، من اول الان ان اي دبليو يعني جديد. طيب هنزود لها في الاخر اي بي ال اي، وهنحط لها في الاول ار اي، يبقى نيو زودنا لها في المقطع في الاخر ايبل، وفي الاول ار اي، يبقى ري نيوبل، ري نيوبل انرجي سورسز. مالها مصادر الطاقه المتجدده دي؟ قال لي زي ويف انرجي طاقه امواج، قال لي زي سولار انرجي طاقه شمسيه، وويند انرجي. ليه اسمها طاقة متجددة؟ لأن الشمس كل يوم بتطلع فأقدر أخد منها طاقة شمسية، الهواء أو طاقة الرياح في هواء فبقدر أخد منه طاقة، طاقة الأمواج، المية عندي البحار فيها أمواج أقدر أخد منها طاقة. يبقى أنا عندي wave energy، solar energy، wind energy، كل دي ممكن أخد منها طاقة متجددة عندي. طيب إيه هي مصادر بقى الطاقة الغير متجددة؟ المصادر الطاقة الغير متجددة عندي اللي هي non-renewable energy sources. هنا كانت renewable، هنا non-renewable energy sources مصادر الطاقة غير المتجددة، اللي هي oil، coal oil البترول، coal الفحم، gas الغاز. طيب oil و coal و gas دي وقت لما طلعناها استخرجت من الأرض، الكمية اللي موجودة من فيها اللي موجودة منها في الأرض خلصت، خلاص بقت غير متجددة، هتطلع لي تاني منين؟ خلصنا الكمية اللي منها في الأرض، عشان كده تسمت غير متجددة، بتتجدد. اللي هي الأويل، عندي الكول الفحم، عندي الغاز اللي هو غاز. خلصنا كده النهاردة energy sources. أخذنا مع بعض في الفيديو دوت unit 6 lesson 3، قسمنا unit 3 لجزئين، جزء القصة مع مصادر الطاقة أخذنا حاجة بسيطة منها. إن شاء الله الفيديو القادم هناخد فيه بقية lesson 3 إن شاء الله، مع حل الأسئلة على الدرس كله بإذن الله. دمتم في أمان الله.